السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا، نورتونا في هذا اللقاء. اسمحوا لي باسمي رانيا صوالحي بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن المتحدثين الكرام وعن مركز قطر للتطوير المهني وجميع شركائنا الذين شاركونا ودعمونا في هذه المبادرة الخاصة الموظف الصغير. مركز قطر للتطوير المهني دعوة لمن لم يعرفه أو يتعرف على جهوده من قبل إنهم يتعرفوا على ما نقوم به من مبادرات مميزة من آليات ومن برامج لمساعدة الشباب على أنهم يحددوا ويصمموا ويخططوا مسارهم المهني، والعاملين مع الشباب من خلال دورات من خلال برامج سواء كانوا كأفراد أو مؤسسات. رابط المركز أمامكم، وهذه دعوة للاطلاع الحثيث والتواصل ومتابعة وسائل التواصل الاجتماعي للتعرف على كل هو جديد. في هذا اللقاء بإذن الله سنتعرف حول مبادرة الموظف الصغير، سنتحدث مع أستاذ غياث هواري حول أهمية التوعية المهنية ونموذج خاص بالطفل. أستاذة سيرين سروجي من لينك إن ستحدثنا حول أهمية البدء تطوير مهارات الصغار المهنية، خطوات عملية وتوصيات. سنحدثكم عن المصادر المتوفرة والخطوات وإجراءات خاصة بالموظف الصغير، وحبذا لو كانوا الأطفال المشاركين معنا موجودين إنكم تشيروا لنا أو تخبرونا في نافذة الشات. راح نتحدث عن شركائنا وميزة هذه النسخة من الموظف الصغير، ثم نفتح باب الأسئلة والاستفسارات. في حال لديكم أي استفسار يرجى تدوينه أو مشاركته معنا من خلال نافذة المحادثة. نتمنى إنكم تعرفونا بأنفسكم من أي دولة أنتم، لأن حريصون جدا على أن نفتح هذا الحوار ويكون هناك مجال للنقاش والاستفسار. هذه النسخة الثانية للمبادرة الخاصة بالموظف الصغير، نحن سعداء جدا بانضمامكم معنا وبالتعرف على هذه الآليات الخاصة لفتح باب الحوار، لفتح الآفاق للأطفال والكبار على أنهم يتعرفوا ويستكشفوا هذه المهن، لتبقى هذه التجربة في ذاكرتهم لوقت طويل، مثل ما احنا الجميع لدينا عدد من الذكريات حول تجارب والدينا، حول من نعرف وأقاربنا، وكيف يمكن أن تساعدنا هذه التجربة على أن احنا نطور مهاراتنا ومعارفنا ونستفيد منها بحيث أنه احنا نقوي من آليات اتخاذ القرار. هذه النسخة الثانية، النسخة الأولى كانت عام 2021، نسخة افتراضية أونلاين بسبب الجائحة، وكانت خاصة في مؤسسة قطر. هذه النسخة نحن نفتحها ليس فقط لي من يسكن أو يقيم أو مواطني دولة قطر، وإن جميع من يرغب من العالم سواء باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية كما سنوضح. بعض الدول عالميا تطبق نسخة مشابهة يسمونها Take Your Child to Work أو اصطحب معك طفلك للعمل، هدفها إنه إحنا نوجد فرصة للأطفال إنهم يتعايشوا في بيئة العمل، يستكشفوا اهتماماتهم وميولهم، وليس فقط نسخة من الأهل، وإنما هي مجالات متكاملة لتكون تجربة ثرية غنية نتعرف فيها نحن وهم على نقاط قوة هؤلاء الأطفال كما سنتحدث فيها. متى وأين؟ متى ستكون بالفترة من 8 إلى 11 أغسطس، ممكن تكون مشاركة بشكل مباشر أو أونلاين حسب طبيعة العمل. ومهم جدا أن ننوه لمفهوم أن الموظف ليس بالضرورة أن يكون موظف رسمي، ممكن يكون تاجر، ممكن يكون لديه عدة مهن، ممكن تطوع بأي مجالات هم يقومون فيها، وهذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله من خلال الحديث عن شركائنا وأهمية شركائنا. الموضوع في مرونة، ليس بالضرورة أن يكون جميع الأيام، قد يكون يوم واحد فقط، لكن المهم أن نتيح لهذا الطفل فرصة المشاركة بهذه الفرصة. قبل ما نبدأ مع متحدثينا، دعونا نرى من مشاركات الأطفال اللي كانوا معنا في نسخة العام الماضي وهذه المشاركة المميزة. أنا اسمي لورا من الصف الخامس، اليوم سأكون أخصائية التغذية. الصغيرة سأساعد أمي في عملها في مؤسسة قطر. تساعد أخصائية التغذية الأشخاص في تنظيم وجباتهم وعمل نظام تغذية صحي. الطعام الصحي هو الذي يحتوي على جميع العناصر الغذائية. سأقوم اليوم بمساعدة والدتي في جلسات التغذية للمراجعين عن بعد. سأساعد أمي ببعض القياسات. ماما BMI 30.
سأساعد أمي بعمل محاضرة بسيطة. العناصر الغذائية الأساسية هي التي تزودنا بالطاقة، والعناصر الغذائية هي الكربوهيدرات والبروتينات والدهون. وسأبعث النظام الغذائي بالإيميل. اليوم كنت أخصائية تغذية صغيرة وتعلمت بعض القياسات، ساعدت أمي في المحاضرة وأرسلت النظام الغذائي. اسمي لورا من أعتقد يمكن هذا نموذج واحد من عدة نماذج نطلع كذلك لمشاركات جمهورنا ومشاركينا والأطفال اللي معانا أو حتى الجهات الشريفة. أستاذ غياث، بنرحب فيك معانا، أنت أول متحدثين معنا اليوم. أستاذ غياث أكيد مشهور في الابتكار المجتمعي، وهو متخصص في مجال التصميم، استراتيجيات الأعمال، تطوير القيادات المؤسسية، وكذلك تصميم القيم والاهتمام بالشباب. أستاذ غياث معك الميكروفون، ونبدأ الحديث بسم الله عن أهمية التوعية بهذا المهن وكيفية الانطلاق معه. يبدو أنه هناك أتوقع. طيب، في خلال حديثنا وإحنا بنحضر لهذا اللقاء مع أستاذ غياث، يمكن فرصة لجميع المشاركين وإحنا كنا نتذكر كيف بدأنا يمكن إحنا مع والدينا أو مع الأشخاص اللي معنا أو من حولنا بتجارب خاصة. شخصيا كان لي ذكريات مع والدي الله يرحمهم لما كان يأخذني معاه ويعلمني بعض المهارات اللي خاصة في مهنته وفي عمله، ويمكن يستغرب البعض انه في ورش او مهن عملية خاصة بالسيارات والعناية بالسيارات. استاذ غياث، كان الحديث نبدأ فيه بهذه الأبعاد جميعها عندما نتحدث مع الأطفال او عن الأطفال، وكيفية الاهتمام فيها بجميع الجوانب اللي خاصة بتنمية مهارات الأطفال، سواء من حيث البعد النفسي أو البعد الديني أو العقلي. وحبذا لو كان الجمهور معنا الحاضرين إنهم إذا لديكم استفساراتكم أو الأمور اللي خاصة بهذا المجال ولماذا نقوم بهذه التجربة، كي لا أتخطى أو أحرق عليكم بعض النقاط رح يأخذنا أو يصطحبنا فيها. Skipping some of the content, Mr. Ghayath, if he is still disconnected, perhaps I'll move to Sirin. You want to start with your story, or shall I start first? Yes, indeed, we can. يرجع أستاذ غياث ينضم لنا سريعاً. تمام. طبعاً أستاذ سيرين سروجي من لينكدإن، مستشارة اتصالات حكومية بخبرة أكثر من 17 سنة. وإحنا بنتطلع جداً لمشاركتنا بهذه التجربة وبهذه النصائح، وخاصة للحاضرين معنا كيف ممكن يستثمروا فرصة استحاب أبنائهم واستثمار هذه الموارد والمصادر. تفضل أستاذ سيرين. شكراً أستاذ رانيا. أول شيء أنا سعيدة بوجودي معكم اليوم للمشاركة بهذه المبادرة المتميزة، وأشكر بالطبع القيمين عليها بمركز قطر للتطوير المهني في مؤسسة قطر، واللي كونها تعد الخطوة الأولى التي تساهم بإعداد أبنائنا للتعرف على سوق العمل ومتطلباته المختلفة. بداية، كما ذكرتي، أنا اسمي سيرين وأعمل في شركة لينكدإن. تعريف بسيط عن شركة لينكدإن للحضور الموجود معنا واللي يمكن ما بيعرف شو هي منصة لينكدإن. لينكدإن هي أكبر منصة مهنية في العالم، تعمل على الجمع بين الأفراد والشركات لخلق فرص اقتصادية لكافة الأفراد والقوى العاملة من حول العالم. على المنصة يوجد أكثر من 830 مليون مهني. مهني لما نذكر طبعاً مش المهن الحرفية فقط، إنما كافة الأعمال أو كافة حتى البزنس يلي ممكن الشخص يباشر فيه كعمله الخاص. أيضاً منصة لينكدإن هي فرصة من خلالها أن الواحد يتعرف على مهارات مهنية جديدة ويتعلم هذه المهارات، فهي أيضاً منصة تعليمية خاصة بالخبرات الاحترافية تحديداً، وهي أيضاً تتيح التواصل مع المهنيين من حول العالم. فمثل ما ذكرنا، لدى الشخص فرصة أنه يتواصل مع أكثر من 830 مليون شخص حول العالم. طبيعي أنه يكون في أشخاص نتشابه أو يمتلكون خبرات لا نمتلكها نحن، نوصل لهم ونتواصل معهم للتعرف أكثر على هذه الخبرات.
وأيضا هي تتيح لنا تطوير الأعمال الخاصة في حال في عنا رواد أعمال حبوا يبدوا أعمالهم الخاصة، فأيضا المنصة منصة مثالية لنقدر نتواصل أو أي شخص يتواصل مع الزبائن المحتملين بالنسبة له. اليوم أنا موجودة معكم يمكننا نتكلم أكثر عن أهمية تكوين الشخصية المهنية عند أبنائنا وكيفية رواية قصتهم المهنية حتى لو كانت صغيرة للآخرين بطريقة محترفة بطريقة مهنية تسمح لهم بالتواصل بصورة أفضل مع الفرص الموجودة في المستقبل أو الفرص المهنية الموجودة في المستقبل. لكن مش رح أتكلم كثير تقنيات ولا مثل ما بقولوا نظريات وهالأمور، أنا بالأخير أم ورح أتكلم من منطلق خبرتي مع أولادي مطعمة بخبرتي المهنية في لينكدين. فبداية اسمحوا لي أنه أشارككم قصة جدا صغيرة. مثل ما ذكرت أنا أم لولدين، مجد عمره 7 سنوات وجود عمرها 9 سنوات. بمرة من المرات من حوالي سنتين بأحد المعارف بيسأل جود البنت شو حابة تصيري وقت تكبري؟ وأعتقد هذا السؤال نحن بنسأله لأبنائنا إذا مش كل يوم، يوم إيه يوم لا، كبداية حوار لنفهم أكثر تفكيرهم وتطورهم وكيف الأشياء اللي بيقعوا عليها وشو الأمور اللي عم لاحظوها وشو هواياتهم ومهاراتهم بالأمور. وإذ بنتي بتقول أنا رح أكون سباحة أولمبية. طبعاً بالنسبة لإلي جوابها فاجأني، لأنه هي صح عم تتدرب سباحة، بس بالنسبة لإلها كان الموضوع موضوع شغف وموضوع أنه هي عارفة مهاراتها وعارفة أنه كل الأعمال اللي عم تقوم فيها بشكل يومي من تدريباتها ممكن توصلها لحلمها يلي هو أنه تكون سباحة أولمبية. مش بس هيك، قالت أنه بدي أكون سباحة أولمبية بعمر صغير وأقدر أحقق أرقام قياسية. فبالنسبة لها هي عارفة هدفها تحديداً وين بدها توصل وين بدها تروح. ولهذا السبب جود يومياً بتتمرن حوالي 2.5 ساعة 6 أيام في الأسبوع، تأخذ كورسات في اللياقة البدنية يلي بتساعدها أيضاً على أنه تكون سباحة، وأيضاً تأخذ كورسات في التغذية كمان ذكرنا شفنا لورا يمكن عم تحكي عن التغذية، فأيضاً هي عم تحضر نفسها لهذا الموضوع، وأيضاً بتتابع الأخبار يلي هي متعلقة في السباحة والسباحين والأرقام القياسية وكيفية تحقيقها. فبالنسبة إلي أنا الآتي من خلفية مهنية بحتة، ما فكرت يوماً بالسباحة كمهنة، لكن بالنسبة لجود هي ما كانت فقط عم تتحدث عن مهنة تقدر تطلع من خلالها فلوس، هي أيضاً كانت عم تتحدث عن حلم وعن هدف وعن شغف. وبالتالي تحديداً هيدا هو يلي نحن بنسميه التوعية المهنية، هي كيفية أنه نعرف هدفنا، كيفية نعرف شغفنا ونحطه أو نوظفه بالطريق الصح لنقدر من خلاله نوصل لأهدافنا المهنية بغض النظر شو هي كانت. جود فعلياً العام الماضي حققت أرقام قياسية في بطولة الميدل إيست أو بطولة الشرق الأوسط للسباحة لعمرها طبعاً، وكانت بالنسبة لها أول خطوة أيضاً لتحقيق هدفها. أنا كأم في هذا مثل ما بقولوا الجو كان عندي خيارين، إما أنه أنا إجي أقول لجود أنت خلاص يمكن تدربت سباحة بتعرف تسبحي وخلاص، أو لا أنا حول تفكيرها أو ساعدها على التفكير بالقدرات اللي هي عندها إياها لتفكر فيها بطريقة مهنية أعمق، وبالتالي تساعدها على أنه تعرف وين قدراتها كاملة وهي شو استفادت من هذه التجربة يلي رح تفيدها مستقبلاً، سواء اختارت أنه فعلاً هي تكفي كسباحة ويكون هذا من الأشياء اللي هي بتحلم فيها وطموحها، أو اختارت أنه تمتهن أي مهنة أخرى فهي حتماً رح تستعمل المهارات اللي تعلمتها في هذا العمر الصغير لكي تساعدها على أنه تشتغل بالمهنة اللي هي بدها إياها. فبالتالي مثل ما ذكرنا تحديد الهدف من التوعية المهنية بعمر صغير جداً هي القدرة على تقدير المهارات والإنجازات كبيرة كانت أو صغيرة بعيوننا نحن كأهل، والقدرة على نقل للمتلقي بصورة مهنية واضحة. فنحن عم نحكي عن شقين، عم نحكي عن المعرفة وعن تحديد الهدف بالنسبة للولد أو بالنسبة للطفل، وأيضا كيفية telling the story، كيف نخبر هذه الملكة عن المهارات وعن الإنجازات. كثير من الأشخاص حولنا بكون عندهم كفاءات متنوعة وجداً مقدرة، ولكن ما عندهم القدرة على كيفية نقلها،
وهنا بيكون في توازي أو في توازن بين معرفة الهدف وبين المهارات اللي نحن موجودة عندنا وتنميتها، وأيضاً إخبار القصة. وهذه من الأمور اللي لينكدين بتساعد على أنه نحن نسويها. نحن كأهل كيف ممكن نساعد أطفالنا أو أبنائنا على تكوين هذا الوعي بسن مبكرة؟ يمكن من أكثر الأشياء أو الأسئلة اللي نحن تطرح علينا كموظفين في لينكدين، خصوصاً بالأوقات اللي نحن بنكون عم نسوي فيها دورات تدريبية لطلاب الجامعات، أول سؤال بيقولونا إياه، طب أنا شو بكتب ببروفايلي على لينكدين؟ أنا لسه ما عندي خبرة وما عندي إنجازات وما عندي مهارات وما عندي، فالدنيا سودة بتكون إنه هل يا ترى سوري بحط اسمي وبحط صورتي وخلاص إنه أنا موجود على شبكة التواصل. ولكن نحن السؤال اللي بنطرحه، هل فعلاً أولادنا ما عندهم مهارات وخبرات بتكون موجودة عندهم قبل التخرج أو قبل أول مهنة بيقدروا هني يشتغلوا فيها؟ شو هي هاي المهارات؟ وهل سوق العمل اليوم بحاجة لهذه الشهادات فقط إنه أنا أتخرج ويكون عندي شهادة، أم بحاجة للمهارات بالدرجة الأولى؟ وعم نسمع كثير في هذه الأيام إنه المهارات تأتي أولاً والمهارات أهم من الجامعة يلي أنت تخرجت منها. وهذا طبعاً ليست أبداً 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 دعوة على أن الواحد بس ينمي مهاراته وما يروح على الجانب الأكاديمي، طبعاً لا، ولكن التوازن والعمل عليها بالتوازي هو شيء مهم جداً. طبعاً كل هذه الأسئلة أسئلة مشروعة، وإذا ما عندنا الخبرة كمان ما عندنا القيادة في المنزل تساعدنا أنه نكتشف مهاراتنا، فبالتالي بتصير هذه الأسئلة مشروعة أكثر. نحن كمهنيين وكأهل في عنا مجموعة من النقاط اللي بنقدر نساعد فيها أبنائنا. أولاً نساعدهم على اكتشاف هذه المهارات والقدرات اليومية الكامنة لديهم، ومساعدتهم على شرحها وترجمتها لمهارات عملية. طبعاً رح نعطي أمثلة بهذا الموضوع. ثانياً مساعدتهم على تدوينها وحفظها بصورة دورية، لأنه نحن كل ما نتقدم بالمرحلة العمرية حتى لو كنا بأعمار صغيرة تختلف وبتكبر هذه القدرات عنا وبتتنوع هذه المهارات. فأهمية أنه ندون هذه المهارات لحتى ما ننسى أنه أنا بعمر مثل لورا بعمر صغير تعلمت مهارة التواصل وإبعت إيميل يمكن بطريقة محترفة، تعلمت أكثر على كيف بيئة العمل بتكون موجودة، ولورا نفسها وقت يكون عمرها 15 سنة رح تكون عم تتعلم مهارات مختلفة أكبر وتقنية أكثر، فبالتالي تراكم هذه الخبرات هي اللي بتؤدي للنتيجة النهائية. ثالثاً تشجيعهم على التحدث عنها ومشاركتها والشعور بالفخر فيها، ليس فقط إنه نحن سوينا شيء وعادي، لا، كل الأشياء اللي بنسويها بأعمار معينة هي ليست عادية، هي بتفردنا أو بتعطينا التفرد مقارنة بغيرنا من الأطفال. أيضاً واجبنا كأهل هو تصويب أسلوب العرض والمشاركة وتطويره وتنميته مع الوقت بما يتناسب مع أعمارهم وأهدافهم. أهدافهم يمكن بعمر صغير هدفهم أنه يشاركوا ببرنامج أو بشيء مثل الموظف الصغير. كيف أنا بكتب مثل ما بقوله بروفايل لهذا الهدف تحديداً؟ بعمر أكبر شوي يمكن عمر 15 سنة أو عمر 16 سنة أنا لازم أخذ أول انترنشيب يمكن لإلي، فكيف بكتب مهاراتي بأسلوب احترافي بتساعدني على تحقيق هذا الهدف المرجو. وخامساً مشاركتهم تجاربنا وخبراتنا العملية. كتير منقول أنه نحن لازم نفصل البيت عن العمل، وهذا صحيح، ما نحمل هموم العمل معانا للبيت، ولكن من المهم جداً أنه أبنائنا يعرفوا نحن شو بنعمل، ويعرفوا أيضاً كيف منتصرف بالأماكن المهنية وكيف منتصرف بمكان عملنا، وكيف هيدي الشخصية يمكن شخصية البيت مختلفة جداً عن شخصية العمل، وكلنا بنعرف هذا الموضوع. أنا شخصيتي في البيت مختلفة عن شخصية العمل، هذا لا يعني أنه أنا عندي انفصال في الشخصية، ولكن لكل مقام مقام. بمكان العمل أنا في أمور معينة، من المهم أنه أنقل هذه التجربة لأبنائي ويشوفوني أنا عم بحكي على التليفون كيف بحكي، مختلف كيف بحكي مع أختي أو خيي لما أكون عم بحكي محادثة مهنية. فأهمية أنه يشوفونا ويراقبونا بتنمي عندهم هذا الوعي أيضا في عمر مبكر. وأعتقد مبادرة مثل مبادرة الموظف الصغير طبعا بتساهم بشكل كتير كبير، ويمكن أدفانست أكتر بتخليهم يشوفوا هذا الموضوع. اليوم بالعالم الشركات عم تبحث عن موظفين جدد من أصحاب المهارات، خصوصا المهارات الناعمة،
انطلاقاً من مبدأ أن المهارات الصلبة يمكن تعلمها مع الوقت من خلال البرامج التدريبية اللي بتأمنها هذه الشركة، ولكن المهارات الناعمة هي تنمو معنا، يعني هي تنمو على بتحتاج لأوقات طويلة. طبعاً الشركات مش بحاجة أو منها مستعدة أنه تستثمر وقت كتير طويل لحتى موظف يبدأ يتعلم كيف يعمل تواصل أو يكون عنده مهارات القيادة وسوى. بحسب المنتدى الاقتصادي العالمي بيحكوا عن 10 مهارات مطلوبة، رح نحكي عنها، حدا عم يسأل ما هي المهارات الناعمة، بيحكوا عن 10 مهارات مطلوبة لعام 2025 اللي هو بغضون 3 سنوات. أولها التفكير التحليلي، التعلم المستمر والذاتي، حل المشاكل المعقدة أو القدرة على حل المشاكل بيسكلي، التفكير النقدي، إنه ما نرضى بالشيء اللي نحن موجود قدامنا وناخده خلاص مثل ما بقولوا باكيت، لا، نفكر بطرق لحتى نحن نقدر نطور من الشيء الموجود أمامنا، الابتكار والإبداع وحس المبادرة أيضا من الأشياء الأساسية يلي هي مطلوبة، القيادي والتأثير المجتمعي. يمكن الدكتور أو أستاذ غياث بيقدر يحكي مطولا عن هذا الموضوع، استخدام التكنولوجيا والتحكم فيها، تصميم التكنولوجيا والبرمجة، المرونة والقدرة على التعامل مع الضغوطات working under pressure، حل المشاكل ومسببات المشاكل، يعني مش بس نحل المشكل، لا، نعرف شو السبب ونقدر نحل هذا الموضوع. فإذا لاحظنا أنه في 8 من أصل 10 مهارات مطلوبة بغضون 3 سنوات، طبعا هذا الأمر مستمر ل 2030 وما بعده، 8 منها هي من المهارات الناعمة. المهارات الناعمة اللي هي القدرة على حل المشاكل، القدرة على التواصل، الابتكار، الإبداع، التأثير المجتمعي، كل هذه من الأشياء يلي هي تعد من المهارات الناعمة. يمكن لأقرب الصورة أكثر، أنا عندي دقيقة بعد فقط، تمام، لأقرب الصورة أكثر، إذا أنا بدي أرجع لقصة بنتي بالسباحة، بنتي اللي تعلمته من السباحة واللي أنا ساعدتها أنه هي تستوعبه هو الالتزام، لأنه السباح عنده تدريب يومي بغض النظر عيد مش عيد، عندنا اجتماع عائلي مش اجتماع عائلي، هي الساعة 6:30 الصبح لازم يكون عندها تدريب، وهي الساعة 7 بالليل لازم يكون عندها تدريب بغض النظر. فهذا الالتزام من الأشياء اللي هي تعلمتها إنه هي كسباحة عندها إياها وغيرها ما عنده إياها. الاهتمام بالصحة البدنية والصحة النفسية، وهي أيضا الويلنس والويلبينج، القدرة السريعة على التعلم الذاتي، التعامل مع الضغط، الوقفة على الستارت لنحن نقدر نزت حالنا بالمي وفي 50,000 حد عم يطلع فينا بعمر صغير، هذا التعامل مع هذا الضغط شيء مش سهل إنه نحن نكتسبه أيضا، المرونة وإدارة الوقت، كل هذه من الأشياء يلي هي اكتسبتها أو أنا ساعدتها إنه تستوعبها وترجمها كسباحة، واللي أعتقد هي من الأشياء المطلوبة. طبعا اللائحة تطول وتطول، والطريق مثل ما بنقول ليس مباشر وليس سهل، ولكن نختم بجملة واحدة، إنه doing hard things are the things that are worth doing. فلو تطلب منا كأهل نحن شوية إنه نفكر بطريقة مختلفة مع أبنائنا، ولكن هي من الأشياء اللي نحن مستعدين إنه نستثمرها لنساعد أبنائنا مستقبلا. فبهذا بختم، وطبعا I'm open مثل ما بقولوا للأسئلة وللنقاش أكثر في هذا الموضوع. ممتنين جدا أستاذة سيرين، يعني هذه التجربة الذاتية والجولة السريعة اللي أخذتينا فيها في هذه المهارات اللي عادة تأخذ لنا ساعات في التدريب وفي التوعية، وهذا من أهداف مبادرة الموظف الصغير أنه نكون إحنا كأهل أكثر وعيا لكيفية اكتساب هذه المهارات وتنميتها وحتى رؤية تطورها عند أبنائنا. سنعود لك بالتأكيد بعد حديث أو جولتنا نقاشنا مع أستاذ غياث، وكوني كذلك خلينا نثقل شوي أستاذ غياث بالحوار، فإذا عندك أي سؤال أو أي استفسار فرح يكون من باب الحوار إن شاء الله، ورح نرجع لك كمان تحكي لنا على تجربة LinkedIn في إنديز، نشوف حتى كيف ممكن يستفيدوا منها باقي المؤسسات الشركة. بالتوضيح بعد نقاشنا إن شاء الله أو حوارنا مع أستاذ غياث، سنتحدث عن آليات خاصة ومصادر خاصة طورها فريق مركز قطر للتطوير المهني مثل المدونة المهنية، وهي تماماً تتحدث عن الآليات وأهمية التوثيق مثل ما ذكرت أستاذة سيرين، حتى نساعد الأطفال على أنهم يكتسبوا هذه التجارب بشكل أفضل. أستاذ غياث نعود معك ومعك الميكروفون إن شاء الله، تفضل. إحنا بدأنا وإحنا سؤالنا لحظتك يمكن ما سمعتنا بعد ما عرفنا، وما شاء الله مجهوداتك في التطوير أشكرك جداً.
وإطلاق الابتكار المؤسسي والمجتمعي وهذه المبادرات وحرصك على الشباب تحديداً وتصميم القيم. وإحنا نتحدث عن ما شاركتنا به أستاذة سيرين أنه هناك الكثير من التحديات سواء جهات العمل، سوق العمل اللي دائماً بيحكوا لنا كيف بدي أضمن وظيفة معينة، كيف بدي أضمن جانب معين. فما هي أهمية البدء مبكراً ولماذا البدء مبكراً؟ تفضل أستاذ غياث. اولا شكرا دكتور رانيا والفريق العمل في يعني مبادره الموظف الصغير لاستضافتي، وايضا استمتعت بحديث الاستاذه الفاضله سيرين، يعني الهمتنا بقصتها مع جود الله يعني الله يحفظها اياها. وهي نفس البدايه، يعني سابدا من حيث ما يعني الاسئله طرحتها الاستاذه سيرين وابني عليها واكمل يعني ما بدات به من ان التجارب طلعت معها ان يعني خلينا نقول على مثال جود، خلينا نبدا عليها بدات، ولكن خليني احكي كيف هذا التعرض لهذه التجربه حيبني لها كافه ابعاد الشخصيه لديها. خليني انا ابدا بس هيك، هذا نبني نموذج انه اليوم اي حدا بينبنى بشكل هيك متوازي بشكل يعني متوازنة في شخصيته والمهارات الصلبية والسوفت سكيلز أو ما يسموها الصفات الشخصية، نحن نعبر عنها بالمزايا الشخصية أو صفات الشخصية مثل الأمانة والمرونة والتفكير التحليلي والابتكار والمرونة النفسية في أو ظهور القياس فيها بشكل واضح. نحن حنبدأ منقول أنه البناء المتوازن هو لتجربة الطفل أو التربية المتوازنة، هي اللي بتعمل إشباع للحاجة الإيمانية أو الروحية، هي بتعمل إشباع للحاجة العقلية، بتعمل الاستجابة للحاجة أو للبعد البدني الجسدي الرياضي الصحي، هي بتعمل نوع من التغذية النفسية البعد النفسي، هي بتعمل نوع من خلينا نقول هون في ثلاث أبعاد نحن أضفناهم بالنموذج. حقيقة هو بتخلي ريفليكت تعكس الأبعاد الأربعة الأساسية، يعني يكون عندك بعد عقلي مفكر تفكيرك صحيح، جسدك متوازن، عندك خلينا نقول إشباع روحي جيد، عندك نوع من البعد الخصائص النفسية العالية. إلا أنه بنفس النموذج في ثلاث أشياء بدأت تظهر بجيل زيد خلينا نقول، وبدأت تتطلب منا الاستجابة الصحيحة، وأنه يكون هناك بعد تواصلي. اليوم تواصل يعني يمكن لما نقول التواصل ثم التواصل ثم التواصل، لأنه هو الأساس. ليس لا نقصد في السوشيال يعني لا نقصد في شبكة الاتصال الاجتماعي، التواصل بمعنى الإنساني الحقيقي. عندك البعد الإنتاجي، شوفوا الملاحظتين، بعد إنتاجي وبعد مجتمعي، بدأت اليوم تلقي بظلالها على مهارات المستقبل، مهارات الحياة المعاصرة، المهارات الناعمة اللي ذكرتها الأستاذ سيرين، صارت إنه لا أنا بهم يكون عنده اليوم الشاب أو الطفل أو اليافع أو الناشئ اللي عم نحكي عليه نحن كموظف صغير 15 سنة 14 سنة، يكون عنده هم بالتطوع، عنده قدرة يحل مشاكل مجتمعه، يكون عنده إنتاج. بدأنا نحكي مثل ما حثت الأستاذ سيرين معجود، بدأت إنه طيب قديش حتحققي أنتي، طيب وين المرتبة اللي حتاخدي عليه، طيب هذا خلونا العبارتين اللي حاطين لكم ياهن بالسباعية، هذا الانخراط والتعرض للتجربة لن يبنيها فقط من جانب الرياضة، صدقوني هو لن يقوم بالبناء من الجانب فقط الجسدي، ستكون سباحة، وإنما حيتحمل فيها مهارات منخرطة أكثر أو كفاءات منخرطة أكثر، موضوع الالتزام، موضوع المثابرة، موضوع التواصل، موضوع التعبير عن نفسها، موضوع الانضباط، موضوع التعامل مع الآخرين، التعامل مع التحديات، التعامل مع الصعوبات، لن يكون يعني لن تأخذهم في مكان واحد بأفضل من تجربة تنخرط بها يمكن تخليها تنعكس عليها بكل المستلزمات السبعة اللي ذكرناهم. لذلك أفضل تعلم يعني هو learning by doing، التعلم من خلال العمل، خلال الانخراط. ويمكن خلينا نرجع لقصصنا نحن اللي نشأنا في يعني في مدن بلاد الشام، أنا من دمشق وغيره، يمكن وكثير من المدن المشابهة. أنا من الناس تعرضت لتجربة إنه روح أعمل يعني مكان صغير وأبيع فيه الأطفال الحارة عندنا، واتعرض إنه روح أجيب المكان من مكان عام وبعدين روح غلفه، وبعدين سعره بخمس ليرات سورية، بعدين روح بيعه بسبع ليرات، وبعدين بعرف حالي إنه هدول ليرتين ربح والخمس ليرات لازم رجعهم للوالد، وبعدين تعرضنا إنه نحن ممكن نأكل الأكل كله وممكن نهدي فيه جيران.
فهذا النوع من التجارب، هذا نوع من الانخراط. طبعا في تجارب مماثله في يمكن ثقافتنا العربيه الشعبيه، انه مثلا يروح مع ابوه على العمل او يروح مع امها على العمل او المدرسه. كنا نحن في ظاهره عندنا اولاد المدرسات، فالولد يكون مو ملحق بالمدرسه وجايبته امه معه على المدرسه، فبساله بعدين شو حابب تصير؟ لك انا حابب اصير مدرسه مثل امي. كل هذا النوع نحن بنسميه التعرض القيادي او التعرض للتجارب. التعرض للتجارب هو اللي بيخلينا ناخذ مفهوم الانخراط. وطبعا نحن يعني معروف نو انفولف نو كوميتمنت، لا انخراط لا التزام. لذلك مبادره الموظف الصغير انا اعتقد انه وين ميزتها؟ انها الاشباعات او القدرات السبعه الاساسيه اللي بيحتاجها الانسان هو عم يبنيها بشكل متوازن. قد يؤخذ منها في المدرسه شيء، من التدريب شيء، من التعليم الرقمي شيء، من رحله تعليميه تدريبيه، برنامج، قراءه، يوتيوب، وين ما كان. الا انه لا يمكن ان يعكس هذه القدرات بطريقه عمليه ما لم يضعها في تجربه حياتيه بتخليه هو يقدر يعمل تيست على الاشياء اللي عنده. الملاحظة الثانية والمهمة في موضوع التجارب والانخراط، أنا هحكيها بالعكس. ذكرت سيري نحن دورنا كآباء نعطي المساحات ليختبروا أولادنا شو عندهم من قدرات حتى نساعدهم بعدين على اختيار تخصص الجامعي. هذا inside outside، يعني أنت شو عندك قدرات روح اختص. التجربة الثانية بتقلك روح شوف الاختصاصات حتى توائم القدرات اللي عندك. هذا outside inside. هدول الطريقتين بيخلوا طريقة التعبير الناس عن قدراتهم بتصير متوازنة. لذلك مسأل السؤال دائم ابني شو عندك قدرات انت؟ لك ما بعرف، ما حدا خبرني. خبرني، انا بعرف ارسم، انا ما بعرف اكتب شعر، انا ما بعرف اكتب رواية، انا ما بعرف مثلا العب رياضة. بيبدأوا يحكوا عن الاشياء الملموسة. ما حدا بيحكي لي مثلا انا والله انا من قدراتي اني انا افكر بطريقة تحليلية، او انا من قدراتي ممكن اعطيك مثلا من البيانات هيك افكار جيدة، انا من قدراتي اني انا اكون مثلا محاور جيد. لأن هذه الصفات ما لا تقاس، فبالتالي هو بعرف يعبر عنها وما اختبرها في مكان، ما أعطاها في مكان، فمنقول العضلة لم تتعرض لنوع من الشد باللغة بناء العضلات، وبالتالي ستبقى ضامرة أو أحيانا لا ينتبه عليها أنها يجب أن يعني تحرك. انخراط الناس بالتجارب والخبرات not be allowed to grow. So this involvement, this participation will actually help our children grow these skills. For example, to talk about a PE class, sometimes PE teachers give our children exercises that are pointless. For example, and if I think or if I get the feeling that these exercises are pointless, we ask the teachers, what is the point of this exercise? And the teacher will explain the importance of that exercise. For example, they will tell us that the idea here is for your muscles, for the muscles at the back of your shoulders to exercise. So the idea here is obviously we're teaching our students the importance of morals, the importance of skills. However, they will not be able to express these skills until they put them in practice. الشيء بيكون قاريها، فلما بيطبقها بيلاقي حاله انه هو يعني بدا يفهمها. To understand and link the theory with the practice. And indeed, what do we need from these experiences? In a nutshell, we don't need just to polish their professional talents and skills. However, the competencies and the character, what I mean by the competencies is to be self-sufficient, to be the boss of yourself, to liaise with others, and being a civil servant is not shameful if you are an employee in a company or an institution, so be it. But you need to have competencies, you need to have the character, the identity, the ethics, integrity, credibility, and so on and so forth. These cannot be tested unless you work and carry out your jobs professionally. One of the most important principles of the little employees is to transfer the theoretical knowledge
so that it can be transformed into an experience, hands-on experience. And I think to change theory into practice is the most important idea. We have gone through perhaps such experiences. We used to work in the summer in the workshops, institutions, bureaus of our uncles, and so on and so forth. And we derived a great experience from such encounters. The little employees might do so as well, and they will tap into different experiences and be exposed to experiences, to the leadership skills. We need to move the little employees from being recipients into becoming actors. So they need to move and change the theory into a practice, as I said. This is what I wanted to say, and this is our vision of the program as far as the character building issues are concerned. Thank you. Thank you very much indeed for this intervention. Let me just talk about some of the comments that has been included in the chat room. Some people that will say that children ought not to work, ought not to be exposed to such initiatives and experiences because they are children and they need to play. But here, we are not talking about professional, official kind of experiences. Here, we're talking about any experience with parents that children might tap into. The second opinion is as follows. Some parents think that I don't want my child to become like me, to work in the same job that I work in. I want him to be totally different. But still, even so, children can derive benefit from joining their parents and their jobs. Yes, Serene perhaps had a good experience with her daughter. Her daughter had a crystal clear vision, but this doesn't apply to all children. We have also students with us. Let's listen to your interventions. وكذلك فكرة إنه أنا ما بدي نفس مهنتي أنا بدي نفس مهنتي. ممكن أعلق يمكن شوي. طبعاً إحنا هون مش عم نحكي عن عمالة الأطفال طبعاً. إنما مثل ما ذكرنا لكل عمر صح في عمر للعب وفي عمر للاختبار وفي عمر لكل شيء. ولكن حتى باللعب في اللعب الهادف يلي هو من خلاله الواحد بيقدر يكتشف مهارات عن طفله مثل ما ذكرت يمكن أنا أولادي أنا ببالي معهم اللي هم عمرهم literally 8 أشهر فهذا ما صار بين يوم وليلة هم بين اللعب وبين اكتشافهم إذا هم بحبوا هاي الرياضة ولا لا بحبوا هذا أنا ما ذكرت مثلا أنه في عندهم برمجة في عندهم كتير أشياء بيكتشفوا من خلالها الأشياء اللي هم بحبوها والأشياء اللي هم ما بحبوها وعلى هذا الأساس أيضاً من خلال اللعب بيكتشفوا الأشياء اللي بحبوها وبيكتشفوا الأشياء اللي ما بحبوها ولكن أنت لما تخصص جزء للأشياء اللي تتعرف على أهلك هذا بتضيف لشخصيتهم وبتعزز العلاقة بين الأهل وبين الأبناء فالأبعاد جداً كبيرة الهدف ما نتطلع على البعد لأي مبادرة اللي كانت سواء الموظف الصغير أو سواها هي فقط بهدف واحد نتطلع على كل الأمور اللي بتتبعها حتى في أعمالنا نحن كأدلس ككبار في أشياء بنسويها ومثل ما ذكر أستاذ غياث ما بنفهم ليه بينطلب منا أمور في عملنا ما بنفهم بلحظتها ليه
ولكن مع تراكم الوقت بنكتشف انه هي موجوده في مثل ما نقول بخلفيه راسنا، نحن بنسميها بالانكونشسنس تاعنا، وهي بتتراكم ليوما ما نواجه الاشياء بطريقه مختلفه ونفكر فيها بطريقه مختلفه. هذا بالنسبه وانا بعتبرها هم رايحين مش رح يقبضوا، بس لنوضح، مش رح يقبضوا معاش اخر الشهر ولا يكون عندهم راتب، هم رايحين ايضا تو انجوي ليستمتعوا بهذا النهار كجزء من اللعب ويتعرفوا على كل الامور يلي الديبارتمنت عندك او غير ديبارتمنتس. العامل الاجتماعي ايضا، للاسف اولادنا بمراحل كثيره هم خلف الشاشات، ما بيعرفوا او ما عندهم فن ومهاره التواصل مع الاخرين. بتلاقي اي ولد، واعذروني يمكن اكثر، صحيح صحيح، استاذ غياث حكى عن نحن باعمار صغيره، انا بديت شغل كان عمري 14 سنه وكان تطوع 100%، ما كنت اقبض راتب، ولكن كان اهلي يعني يدفشوني لهذا الموضوع لحتى يكون عندي القدره على التواصل مع الاخرين. نحن حاليا اولادنا بيتخبوا ورانا وقت يشوفوا حد غريب او يشوفوا احد زملائنا في العمل، فهذه الفرصه انه هن يكون عندهم شخصيه قويه تقدر تعبر عن نفسها. هذه من الاشياء ايضا اللي مبادره مثل الموظف الصغير بتقدر تحكي فيها. ما بدهم يشتغلوا شغل مثل نفس شغل الأب أو الأم. أنا يمكن إذا هلأ بسأل مين اشتغل بتخصصه يمكن 2 أو 3 ولا حدا بالضبط. كم شخص منا غير أيضا من الوظائف لأنه الشخص بيتغير مع الوقت، فبالتالي خياراته بتتغير، الأشياء اللي بحبها بتتغير، بلحظة بيكتشف أنه أنا ما بدي كل الوظيفة من أساسها وبدي ركز على أمور أخرى، أو لا بدي أبقى موظف. فخيارات الطفل بتتغير، ولكن التراكمات اللي نحن منأسسها على الأعوام هي اللي بتساعده أنه يعرف شو الوظيفة اللي هو بده إياها. أشكرك جداً أستاذ غياث. بناء على ما قالته الأستاذة، يعني أنا بعتبر في بعض الخرافات حول موضوع التوظيف. يعني أول خرافة إنه خرافة حقيقة، يعني كما ذكرت سيرين، إنه مش إنك أنت إذا أخذت على نفس عملك فهو حيشتغل مثل عملك، وليس الهدف إني أنا أطلعه قبل، وإن كان يشتغل مثل عملك بتجارب متنوعة وأنضج فتعطي نتائج غير أنت أعطيتها. فبالنتيجة مش الآن أنت بتختار هو مثل أو ما، يعني مش هتختار بالنيابة عنه، صدقني وقت بده يختار حيختار شيء أنت رضيت به أو لم ترضى به. فهذه نقطة يعني كتير مهمة. الأمر الثاني بالبناء النفسي، هنا نرجع على البناء النفسي، أنه هل هو طبعا متفقين، لا أتحدث عن روح الولد نزل يشتغل عمالة أطفال مشان ما حدا يجي، أتحدث عن أن نضجه النفسي لن يأخذ مساحة ما لم يبدأ. يعني في كتير كلمات أجمعت كارول يونغ وغيره، طبعا روجرز أهم من قال بهالكلام، كل شيء يبنى بمعزل عن يعني التفاعل مع الناس إلا شيء واحد وهو الشخصية لا تبنى بمعزل عن التفاعل مع الناس. وبالتالي كل تصميم تجاري سواء تعلمية أو مهنية أو بنتيجة تعلم، وصف صغير هي تجربة تعلم دكتورة، مش عم نحكي مثل ما أستاذ سيرين مش هنعطيك معاش آخر شيء الآن الوقت الراهن، لكن جيد حتى يكون عندك وعي مالي، وعي إنه مقابل وقت بتاخذ منفعة، وعي مقابل انضباطك حتقدم خدمة. شوفوا كم مصطلح حيتعلم من خلال تجربة مثلا عمل مهني، الالتزام بالوقت وتقديم الخدمة وتوليد المنفعة للآخرين، تواصل مع الآخرين، التعبير عن نفسه، الملل كيف يتعامل مع الملل، لأنه هو في لحظة معينة أنا إيش هبعمل. هذا الكلام حيشكل له مادة أولية بيفسر بعدين التجارب اللاحقة له. طبعا من الخرافات صوت جيد رجع دكتورة، من الخلافات الثانية أنه نحن لا نشتغل عند الآخرين، نحن نشتغل مع الآخرين يا جماعة. يعني من الخلافات لك أنه أنت الموظف قد تكون ما لك عم تدلعني، وكذا شيء مختلف، أنت تتحدث مع تعمل مع الناس، وهذه طبيعة الحياة وسنن الحياة وناموس الحياة كما يقال، أن الناس تعمل مع بعضها، وبالتالي حتى يكون عندها هذه الشخصية الحرة مش شخصية العبيد كما يقال. هذه خرافة شائعة، أنا لا أشتغل مع الآخرين، أنا حر وأنا كذا، أنت أصلا لا يمكن تظهر طاقتك إلا مع التكامل مع الآخرين. الخرافة الثالثة خرافة الفردية، مش لوحدك، أنا قدراتي كافية أن أعمل لوحدي، وأنتم تعلمون أن الأصل هو العمل الجماعي من خلال قدراتك الفردية. حقيقة مثل تجربة دكتورة،
بتاخذ خلينا نقول العضله اللي اخر مداها وبتشكل اللغه اللي ممكن هو يطور فيها تجاربه لاحقا. انا ما بيهمني الان يمسك كل الخبره، لكن بيهمني يمسك القاموس، يمتلك معجم المصطلحات، معجم الكلمات اللي اذا اجت لاحقا فاللغه العربيه بيسموها دال المدلول، يعني يتحد عنده اللاعبين حكى ها تمام، هلا عرفت شو يعني ابي عم يشتغل، هلا عرفت شو يعني والدتي عم تشتغل، هلا عرفت شو يعني ساعات عمل، هلا عرفت ليش بيرجع من العمل بيكون مو قدران يتنفس، فاعطيته نوع من الامبثي، نوع من التعاطف، نوع من الفهم، نوع من انه يفهم انه الخريطه هي حياتيه فيها تركيب اكثر مما يظن، وهذا بحد ذاته تربيه مفيده لاولادنا بهذا الموضوع. جدا، وانا يعني جدا سعيده بالامثله والتجارب اللي بيذكرون لنا اياها الساده والسيدات الحضور، لانه يعني في حديثنا واحنا نذكر عن هذه التجارب، طبعا عماله الاطفال المقصود فيها انه يكون في ارهاق ويكون في ابتعاد عن حقوقه في التعلم وعن حقوقه في يعني ابسط الاساسيات في الامان وكذا، هذا ليس المقصود ابدا. لكن في المقابل لما يكون في عندنا تجربه لطفل انه بدا بالوعي المالي او بدا بالتجاره من خلال الانترنت، احنا كلنا بنكون فخورين فيه، لكن ما بنتيح المجال لابنائنا وبناتنا انهم يبدوا من هالعمر الصغير. سابقا لما كنا نروح مع اهالينا، وانا شاركتهم استاذ غياث يمكن لما قطع النت مع حضرتك، انه تجربتي الشخصيه حتى لما كنت اروح مع والدي او اتعرف على بعض الامور الله يرحمهم اللي كانت خاصه بالمهن او بالورش وكذا، سواء كبنات يمكن هذا كمان له بعد اخر في الشخصيه بالاعتماد بالاستكشاف، يمكن جوانب عاده احنا ما بنشوفها بالخلف الديسك او الطاولات والمكاتب في المدارس، وهي دعوه للمدارس كذلك انه تعيد تصميم بعض التجارب او بعض المجال البدء مبكرا في موضوع الوعي المهني والتوجيه والارشاد كما يقوم او كما يركز مركز قطر للتطوير المهني. السادة والسيدات الحضور شاركونا عدد من الممارسات، سواء منهم عمر ابنها 6 سنوات وبدأ يذهب مع والده كل يوم وإيش الأثر، بعضهم اختار أنه يكون مهندس صوتيات من خلال زيارته لمكان عمله، وهذا بالضبط اللي إحنا بنركز عليه. من الأمور اللي ودتني اليوم وأضحكتني أني أنا تعبان من أولادي في البيت، كمان بدي أخذهم معي على الشغل، يعني فكونا يعني شو هالحكاية هاي اللي أنتم كمان طالبينها منا. طبعا انا يعني راح اعلق انه اصلا الفكره بحد ذاتها هاي لا، يعني بدها نعيد تأطير علاقتنا مع اطفالنا، المفهوم مش تعب بمقدار ما هو، هي جزء من هالتراكمات وجزء من الرعايه وجزء من التربيه والاهتمام. وفي حال التعب احنا ذكرنا المبادره موظف صغير كما ساوضح بعد قليل انه ممكن استعين باحد الزملاء او كيفيه التنسيق، وراح نمشي مع الساده الحضور بخطوات واضحه كيف انه انا ممكن استفيد منها. فرايكم بهالموضوع انه لا ما في داعي خليهم هم في البيت وانا اكون في عملي وفي تجربتي. انا ممكن احكي يمكن هون عن موضوع شوي كمان مضحك، اولادنا ما بيعرفوا نحن كيف بنجيب فلوس للاسف. يعني اي شيء بقول لك انت عندك، خصوصا بتواجد الكريدت كاردز او البطاقات البنك، يعني بيطلب شيء بتقول له ما عندي فلوس بقول لك يو هاف ا كارد. فياريت هيك الموضوع، ولكن الفكرة هي إنه لما ناخدهم معنا هي عم تأثر علينا إيجابياً أكثر، لا أكثر ما متخيل إنه عم تأثر عليهم أيضاً إيجابياً، لأنه هم بصيروا يستوعبوا أمور نحن عم نتعب فيها، ونحن بيئة العمل مش دائماً بيئة مثالية للأسف. فأيضاً لما يشوفوا الضغوط اللي الأهل بيتعرضوا لها ممكن يأثر عليهم إنه بالبيت أيضاً يستوعبوا، وتصير بدل ما نكون قاعدين كل الوقت زن مثل ما نقول we bored لازم نطلع لازم هالأشياء، لما أنت تفرجي ابنك البيئة اللي أنت جاي منها من العمل إنه عن جد فيها ضغط وعن جد أحياناً في أشياء متعبة أيضاً، هذا بساهم إيجابياً عليك مثل ما هو عم بساهم إيجابياً عليه. أنا يمكن أولادي قبل لينكدين كنت أشتغل بمكان آخر، واليوم بعتذر يمكن عم بذكرهم، عادة أنا مش من هذا النوع، ولكن ساق بأنه الموضوع كنت في بيئة عمل جدا ضاغطة بسبب طبيعة عملي. حاليا في لينكدين مثل ما ذكرتي دكتورة في عنا أشياء اسمها الإنداي، يلي هي تتيح لنا في بعض الأحيان أنه نحن بعيدا عن مبادرة الموظف الصغير أنه نجيب معنا أفراد عائلتنا على العمل ليشوفوا شو نشتغل وشو نعمل ويتعرفوا على زملائنا في العمل. أولادي صاروا من النوع اللي بيقولوا نحن ما بدنا نشتغل مثل ما أنت كنت تشتغلي قبل، صاروا يعرفوا شو يعني الويلنس، شو يعني البيئة الصحية
ليتطور الواحد أيضا في عمله. فهذا أثر علي أنا، أنه يعرفوا لما أنا إجي أقول لهم أنه أنا هلأ مشغولة، بيعرفوا أنه عن جد مشغولة وأنه أنا بحاجة للسبيس يلي أنا بحاجت له، وهم يلتهوا بأي شيء تاني مثل ما قال أستاذ غياث، يتعاملوا مع الملل بطريقتهم. It's up to them، هم كيف بيروحوا بلاقيهم بانيين أشياء برا، فهذا بعزز عندهم الاختبار، ولكن أنا بحاجة لوقتي أيضا. فهي بتأثر علينا إيجابيا بنفس القدر يلي بتأثر على أبنائنا أيضا إيجابيا. يعني أشكركم على تسليط الضوء خاصة على إحنا كأولياء أمور. يمكن فكرة من طفل تساعدني أني أرى عملي بشكل تاني، يمكن تعيد لي هذا التجديد أني أنا أنظر للمصادر من حولي وللأشياء والأفكار، بعد ذلك يعني ممكن تكون بشكل آخر مختلف. موضوع البعد الروحي كذلك مهم، أني أنا بخرج من بيتي بحتسب وبتعلم أو إيش الاستعداد سواء كان للدنيا أو حتى الآخرة. وإحنا الآن عندنا يعني مشاركة هاي مميزة جدا على البث المباشر من الموظفين الصغار، هذا كمان بيساعدنا لو حابين يشاركونا برأيهم. فهذه الجوانب ليس فقط للطفل أو للموظف الصغير في هذه المبادرة، وإنما إلنا نحن ككبار إنه كيف نعيد صحيح إحيائها في نفوسنا. تفضلوا أستاذ غياث. صحيح، أنا يعني تعقيبا أو إضافة أو خلينا نستفيد من الملاحظة أنا استفدت منها الآن لما قالت إنه أصلا أنا خلص من ابني بدي أروح أخذه على العمل، هي فرصة حقيقة مثل هيك تجارب إنه الطرفين يستفيدوا. يعني بصير نحن نبني عندنا مهارات الوالدية أيضا، الوالدية ك ك ك ك كفن وكعلم مهم جدا لما يكون أنت عندك فن تربية والدي، الوالدية أقصد فيها الأم والأب، أقصد فيها كمهارات تربية. فبالتالي إذا كان خليتني إني أنا إرسال ابني إلى العمل بيخليني أنا أعيد تشكيل مهاراتي التربوية، it's good بالنسبة لنا كلياتنا. فكمان التجربة يعني تفيد جميع الأطراف حقيقة. بعض الناس كانوا يرسلوا أولادهم إلى برامج تدريب قيادي نقوم بها أحيانا، فأنا كنت دائما أرسل أدلة للوالدين، فالوالدين بيقول لي ليش عم ترسلني هالدليل هذا؟ دليل الوالدين ان ابنك اليوم حياخذ هيك واو، بقول له لانه ما بدي اياك بعد ما اشتغل فيه او نشتغل مع بعض مع الاطفال او مع الشباب 10 او 12 ساعه او اسبوع، تجي انت بكلمه واحده بتقول له هلا انت يعني حتكون قائد زمانك يا فلان، فبكل البنات وانا انت روحت لي. هذا يعني، وهذا طبعا بعدين تطورت برامج التربوي دكتوره وصارت انه لانجاح اي تجربه قياديه او تجربه تربويه بده يكون كل الاطراف انجيجمنت فيها، هي كل الاطراف مندمجين فيها، الطالب اللي عم نحاول او الولد او ابننا اللي عم نبنيه، لكن كمان المعلم بهمنا يكون عنده، الوالدين يكون ايضا فاهمين شو عم بيصير، احيانا الاداره المدرسيه فاهمه، احيانا المجتمع كمان يعزز الكلام، فهيك بلاقي حاله في ايكو سيستم عم بيدعم هالفكره. ما بيكون احنا راحت مشرقه والناس الوالدين راحوا مغربين. فكثير مهم الالاينمنت الموائمه بين هالقصه. يعني اعتقد سؤال جيد انه هي فرصه انه تعرفي انه مو هو خلصنا منه بعتناه على الشغل أو حملنا همنا وجبناه معنا على الشغل، هو إعادة ريديزاين، إعادة تصميم يعني مهارات الوالدية عندك اللي بتخليك إنه تشوفها إنه ربما جزء كبير من أولادنا على فكرة ببعض أعمالهم. وأنا كأب بحكي هذا الكلام، ومثل ما سينك أو دكتورة أيضا قبل بعيدا أحد همومنا إنه أحيانا أنماطنا الباترن اللي بنعمله هو اللي بيأثر بأولادنا أكثر من كلامنا. وبالتالي بيجي واحد بيقول والله انا بعاني من ابني الزنان، عفوا اختنا لها في كتبت واحد عن والله انا لا اعلم يعني انت وصفك له هل هو صحيح او خاطئ ادافع عنه لا ادافع عنه، لكن بدك تشوفي يا ترى مين اللي اسقط عليه هذا الوصف. قد يكون زنان بالنتيجه بس، لكن قد يكون هو اكتسب هالشيء من انماط لا وعي عندنا. فالله يخليكم، هي فرصه لصقل ايضا منظورنا نحن عن انفسنا كيف عم نتعامل مع اولادنا. اعتقد هيك كمان بشكر سالت هالسؤال او سال هالسؤال لانه يعني انا اخذني مساحه من التفكير. ايه صحيح، قبل ما ابعت ابني انا علمه أبعلمه شيء أدفانس متقدم، أنا بدي أكون جاهز بهذا الموضوع. أذكر في تجربة صغيرة دكتورة بس بمركز قطر للمناظرات، كنا ندرب على يدربوا على المناظرات، فيبعتوا أولادهم على المناظرات. الولد بعد ما يأخذ تجربة يا جماعة في علم الديبيتينج والمناظرة بس عنده نوع من الجدل جيد، فيدخل أحد الآباء يعني زكريا باب النكتة طبعا، قال إجا ابني متدرب وآخذ شهادة مهنية يعني احترافية وطلع من الأوائل بالمناظرة. فهو واحد بيحكي معي بدأ يجادلني، قلت له خلاص يا ولد، يعني بمعنى أنه هو
خلى ما 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 قدر بعدين قال له لا بابا خليك وهي قدرة مهمة. فهو بدأ يعيد طريقته بالتعامل. نحن لا يمكن أن نربي، وهذه قاعدة هيك صغيرة تعلمناها أنا، يعني أنا كعلمت، لا يمكن أن نربي، نريد أن نربي أولاد نسور ونطعيهم طعام البط، يعني هذه القاعدة. بدك ابنك يكون محاور وقوي وشخصيته ممتازة ومتكيف مع الحياة وكذا، وبعدين تروح أنت تعطيه تجارب هيك متواضعة لا تصنع منه الشخصية المطلوبة. فأعتقد يعني إثارة فرصة إعادة مهاراتنا الوالدية، تصميم مهاراتنا الوالدية فرصة جيدة بهالتجارب يعني. جدا. وانا يعني ساجيب على السؤال اللي بيتعلق بكيفيه احترام مكان العمل، لكن دعوني اعلق على يعني نقاط جوهريه حضراتكم ذكرتوها وكل كلامكم مهم، انه هذه عباره عن خبرات تراكميه. يعني يوم واحد لن يغير بعصاي سحريه، لكن قد يكون مفتاح، قد نرى اثره بالحال، قد نرى اثره بعد فتره من الزمن، وقد يغيرني انا نفسي. موضوع حوارنا مع ابنائنا حول اختياراتهم تخصصاتهم هي الاكثر انه يحددوا هدفهم بالحياه ويحددوا نقاط قوتهم، اكثر من مجرد اتباع ترند او اتجاه انه والله سوق العمل حاليا مطلوب هيك او احنا متوقعين الراتب حيكون كذا. لانه احنا راينا ماذا حدث بكوفيد والتغيرات العالميه، وان كنا بنحاول انه تكون في منهجيه علميه في التخطيط وفي اتخاذ القرار، لكن كيفيه استثمار الفرص والتعرف على هذه المجالات من خلال التهيئة النفسية أو هذا التوازن للتعامل مع أي ظرف كان. إحنا ككبار، تفضلتي كمان أستاذة سيرين وذكرتي أنه تعاملي أو طريقتي بالحوار أو تواصلي مع زميل غير مع أخ غير مع كذا، هذه كلها من الأمور اللي هم نفسهم راح ينتبهوا لها وراح يبدوا يلاحظوها. يمكن لو أنا فعلتها أو لفت نظرهم راح تكون أفضل وأكثر فعالية، ويمكن هي تكتسب بطريقة غير مباشرة ويتم الاستفادة منها. النقاط اللي تفضل اذا بتسمحي لي بس تعليقا على كوفيد، وهذا من الاشياء اللي نحن شفناها في لينكدين بكثره. قبل كوفيد كانت اغلب الاشياء اللي نلاحظها في المنطقه تحديدا من الليرنينج من الكورسات اللي الناس بتاخذها هي لها علاقه بالامور التكنولوجيه، على اعتبار انه اذا نحن تعلمنا هذه الامور طبعا بتعلي عنا الراتب، بتخلي مستوانا الوظيفي افضل الى اخره. مجرد ما كوفيد هت تحول التعلم ليكون كيفيه كتابه ايميل، كيفيه التواصل مع مديري هي من اكثر الكورسات، او كيفيه العمل من المنزل هي من اكثر الكورسات يلي الناس صارت تحضرها لتتعلمها. فبالتالي هذه الامور مثل ما ذكرتي تماما هي امور تراكميه تبدأ من عمر كثير صغير لنقدر نوصل لمطرح منكون مثل ما بقولوا يعني شلنا من الباكت، شلنا من الليست الأمور اللي نحن لازم نتعلمها، كل الأشياء التقنية الأخرى اللي هي بتساهم بأنه معاشنا يكون أفضل أو راتبنا أو نتعلم مهارات جديدة، تأتي أيضا مع الوقت بحسب حاجة وبحسب متغيرات السوق يلي نحن اليوم بحاجة لإله لن يكون هو نفسه بعد 5 سنوات، والمهارة اللي أنا بعلمها لابني اليوم لن تكون هي نفسها بعد 5 سنوات. ولكن الأكيد إنه مهارات اللي هو بيكتسبها من خبراته التراكمية معنا ستبقى اليوم وغدا وبعد 100 سنة ولآخر العمر. نحن بشر ولازم نتواصل مع بعض، لازم نتعلم كيف نقود فريق، كيف نتعامل مع الآخرين، كل هذه الأمور هي اللي ثابتة، ولكن الأشياء اللي بتتغير هي بتتغير مع متطلبات السوق وسوى. فمرة تانية هذا مش تشجيع إنه نحن ما نتعلم الأشياء، طبعا دائما الطموح جميل ولازم نطمح براتب أعلى وأكبر، ولكن هي مثل البازل أو هي مثل الليجو، في أشياء بتبلش من البيس ومنبلش نكبر فيها ليكون عندنا الشكل النهائي. ونفس الموضوع هذه واحدة من التجارب اللي أيضا بتساعد على بناء هذا البيس ليكون حاضر للمستقبل. تمام. يعني كل هذه التوصيات دعونا كذلك نشارككم بالمصادر المميزة اللي أعدها فريق مركز قطر للتطوير المهني، وإذا عندكم عليها أي تعقيب أو كيف ممكن يوظفوها بشكل أفضل يريد تخبروني. أستاذ غياث، كما ذكرت تماما إحنا بدأنا ووفرنا دليل إرشادي لا أولياء الأمور، بمعنى أنه السؤال اللي وردنا قبل قليل كيف ممكن أني أخذ موافقة من جهة عملي، إحنا وضعنا مجموعة من الخطوات. صعب جداً، وكونها هذه المبادرة مفتوحة لأي دولة في العالم ولأي بيئة عمل ولأي مهنة، إنه إحنا نعرف جميع الإجراءات الخاصة بالشركات أو بالمؤسسات. لكن إذا حضراتكم رغبتوا إنه ابنكم أو بنتكم يصطحبوكم أو حتى أحفادكم أو أقاربكم أو معارفكم
إنه تستفسروا من جهة العمل إيش الإجراءات المطلوبة، وهل ممكن حتى لو كان من الصعب يوم كامل ممكن تكون ساعات، والتنسيق مع أحد إنه يعيد استحاب الطفل أو أخذه معه. يعني حتى إحنا اهتمينا إنه يكون في أدق التفاصيل، يعني ولي الأمر يتأكد إنه معه وجبة للطفل، يكون معه شيء مناسب، مين الأطفال إذا كان عنده 3 أو 4 أطفال، مين الشخص اللي حياخده، هل ممكن كل واحد فيهم يروح يوم، ولا هو في هذه الفترة أو في هذه المرة راح يأخذ بس أحدهم، ولماذا وكيف. يعني حتى ما يسبب له ولي الأمر مشكلة حتى على مستوى المنزل، إنه لماذا هذا وليس أنا، أو كيفية استحابهم. ذكرنا كذلك إنه إيش ممكن يكون المهارات اللي يقوم فيها خلال العمل. وردنا سؤال إنه هل بالضرورة إنه يكون نفس مهنتي أو وظيفتي؟ لا، إحنا لما استخدمنا مصطلح ولي الأمر أو الأقارب أو ربما الجد، الصديق، الزميل، إحنا بمعنى إنه يكون بيئة آمنة مع شخص كبير بالغ يمكن أن يشرف على هذا الطفل، بحيث إنه يستثمر الوقت الزمني المخصص أو المحدد له في خلال هذه المهنة أو في خلال هذه المهمة. ورح نتحدث عن دور بعض الشركاء أو بعض الجهات. هل راح أرتب له مهام معينة يقوم فيها مثل ما رأينا في الفيديو في بداية اللقاء، إنه في خطوات ممكن يرسل إيميل، ممكن حتى يستخدم الطابعة. يعني مهما كانت الأمور بسيطة ستجد إنها ستؤثر في هذا الطفل، وبالنسبة له ستكون تجربة لا تنسى. حتى نبهنا إنه بعد العودة للمنزل دع الطفل يشارك الأمور اللي تعلمها، إيش اللي لفت انتباهه، والأهم إنه يوثقها ويشاركنا من خلال وسائل التواصل حتى نجري هذا الحديث. وإحنا كان من الأمور المهمة جدا لدينا في مركز قطر للتطوير المهني إنه نحدث هذا الحوار وهذه اللغة وهذه المشاركة بين جميع الجمهور والمهتمين في أي دولة كانت، حتى نعرف بمهن جديدة، حتى نعرف بتخصصات مختلفة وثرية ممكن إنه إحنا نستفيد منها وممكن إنه إحنا نطورها. إذن بمجرد تسجيلكم تمام. أستاذ غياث يمكن عنده التزام آخر، فإحنا شاكرين جدا لوجودك معنا. شكرا لكم وشكرا للأستاذ سيرين أيضا على اللقاء اللطيف. إن شاء الله بخير. إن شاء الله، وشاكر ضيافتكم. كل الشكر أستاذ غياث، شكرا للإضاءات المهمة. فرجاءً عند التسجيل إنكم تهتموا أو تتأكدوا إنه وصلكم وطلعتوا على هذا الدليل، وإذا عندكم أي إضافة أو أي نقطة حابين إنكم أنتوا تشاركوا فيها وتثروها من خلال تجربتكم، إنه ما هي الأمور اللي ركزتوا عليها واللي ساهمت بتفعيل هذه التجربة مع أطفالكم أو مع أبنائكم. من المقترحات اللي إحنا بنوصي فيها إنه يكون في تعلم مهارات التواصل كما ذكرتي أستاذة سيرين، إنه يكون ممكن حتى لو إرسال بريد تحضيري، يمكن عرض بسيط عن بعض المعلومات كيفية جمعها، حتى ممكن لو قدرنا إنهم يحضروا معنا اجتماع ويسمعونا كيف نتناقش، كيف نتخذ بعض القرارات، طبعا مع استئذان والتنسيق مع جهة العمل وتحديد مع الزملاء إنه إيش الأمر، حتى ما يكون في صعوبة أو يكون في ضغط على الطفل إنه ما يفهم أو يشعر بالملل أو ما يستوعب المهارات المطلوبة منه. طبعا حسب الأمر نستخدم المدونة المهنية، واللي راح نستعرض معاكم سريعاً. بمجرد التسجيل يوصل لولي الأمر هذا السجل، بإمكانه أن يطبعه ومتوفر باللغتين العربية والإنجليزية، حتى يساعد الطفل على التوثيق وعلى تدوين بعض المهارات المهمة. والأهم كما ذكرنا بكل هذه الحوارات والتوصيات من أستاذ سيرين وأستاذ غياث، إنه إحنا نساعدهم على الاكتشاف وعلى إنهم يجربوا في بيئة آمنة مثيرة، ما يكون ردنا عليهم لا ما تسأل، لا زهقتني، لا ما في مجال، أنت ليش كثير عم تسأل، وهذا مفهوم الزن. بالنسبة لاحترام بيئة العمل، إذا كان عملي بتطلب عدم خروج لأماكن معينة أو التزام بتصريح إلى آخره، كل هذه الأمور لابد أني أنا أوضحها للطفل قبل أن يذهب، وخلال سيري في هذا المكان لابد أن أوضح له المسموح وغير المسموح. أنا شخصياً أرى أن الطفل الذي يسأل كثيراً أو يزن، هذا من علامات الذكاء ومن علامات حب المعرفة والاكتشاف اللي لازم نشجعه بأسلوب مناسب بالتنبيه وبالصبر، لأنه هذا جزء من التعلم، مثل ما إحنا بنكون في أي مكان ونسأل حتى المدراء أو الزملاء كيف ممكن أتعلم، كيف ممكن أقوم بهذا الأمر. فريق مركز قطر للتطوير المهني أعد لكم المدونة بشكل جذاب جداً جداً جداً، وبتساعد الطفل حتى على توثيق أهم المهارات. This is the document that we talked about. As you can see, it's ودي لشخص ثاني ايش المسمى الوظيفي حتى يبدا ينتبه لهذه المصطلحات اللي يتم استخدامها. ايش المهام المطلوبه مني اللي اتفقنا عليها صباحا ممكن اني اقوم فيها؟
إيش المهارات اللي اكتسبتها، شو الأدوات اللي تم استخدامها، طابعة، جهاز، كمبيوتر إلى آخره، حسب كل مهنة. وبعد ذلك يعني إيش التخصص، إيش الأمور اللي أنا سألت عنها، كيف كانت التجربة بالنسبة إلي ثرية. وأنا أدعوكم إنكم تستكشفوا هذه المدونة، ودعوة للمعلمين ومدراء المدارس، خاصة إحنا في مدارس معانا مشاركين، إنه لما يعودوا الأطفال من إجازتهم اسألوهم حول تجربتهم المهنية. إحنا عادة بسألوهم وين سافرتوا، إيش عملتوا، إيش صار معاكم. لا، خلي أسئلتنا تكون أكثر إنتاجية وأكثر فاعلية، إنه هل قمتوا في مهمة معينة، هل تعرفتوا على حد آخر، أعطونا مثلا دونوا حتى لو صفحة واحدة إيش كان تجربتكم، أو اكتبوا لنا عنها. إنهم يشاركوا الآخرين أهم المهارات حتى يبدأ هذا الحوار والمعرفة، لأنه هذا الطفل يعني مثل ما ذكرتوا جميعا إنه هي خبرات تراكمية، وهم بحاجة إنهم يستفيدوا منها ويبدوا يشاركوها بشكل فعال. خلال العام ما في شيء يمنع إنه هذه المدونة المهنية حتى في المهام المدرسية، يعني لو المعلم أو المعلمة طلبوا من الطفل يقوم بأمر معين، هي جزء من المهام وجزء من هذه التجربة اللي ممكن إنه يتم تطويرها. وبالتأكيد هذه النسخة الثانية، وإحنا بنسعى إنه يتم تطويرها. فأي حد أو جهة عندهم أي استفسار أو مقترح إنه كيف يتم تطويرها، إحنا سعداء جدا كي تبدأ هذه الشركات، يبدأ هذا الحوار. وإحنا كنا سعداء جدا جدا بالجهات المشاركة معنا، يعني متاحف قطر لما شاركوا معنا إن شاء الله راح يكون في مجموعة من الأنشطة هم راح يصمموها في بيئتهم، وراح يستثمروا هذه الفرصة جميع الجهات المشاركة معنا إنهم يعرفوا الأطفال، ولما يكتبوا في السوشيال ميديا عن بعض المهن يمكن اللي تكون غريبة لأولياء الأمور. يعني لما نحكي مثلا عن متاحف قطر، إنه إيش نوعية المهن، هل هي كلها فنية فقط، ولا هم بحاجة إلى نوع من أنواع البحوث، ممكن يكون مختلف، مهارات مختلفة، هذا كله من الحوار اللي ممكن إنهم يشاركوا فيه. عندنا كيدزانيا، ويمكن بعضكم ذكر عن مدينة التعرف على المهن، وهي من أشهر العلامات اللي خاصة في توعية الأطفال في هذا المجال. وكذلك هم راح يشاركوا إنه كيف الموظفين لما يصطحبوا أبنائهم لن تكون فقط لعب، وإنما لديهم مهام يقوموا فيها. عندنا نادي الأم العربية، هي مجموعة تطوعية قاموا فيها مجموعة من السيدات، وبيوعوا على بعض المهن وريادة الأم المهنية وبعض التخصصات الموجودة. فكذلك فرصة حتى لو اختار الطفل أو الطفلة أن يكون طبيعة عملهم بشكل آخر مختلف عن المهن الاعتيادية أو الرسمية، فهذه فرصة لاكتشاف مجالات متنوعة. كنا حريصين جدا كذلك على مشاركة قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري معانا، حتى يشوف الأطفال إنه مجالات العمل الإغاثي كذلك بحاجة لمهارات ومهن مختلفة، والموضوع ليس فقط عبارة عن أزمات أو كوارث مثل الهلال أو الصليب الأحمر، وإنما هم في مهن مستمرة وفي فرص للعطاء بشكل مستمر. سعداء جدا كذلك بمشاركة معنا رابطة المرأة القطرية، وهي مجموعة سيدات بعد تقاعدهم أطلقوا عدد من المبادرات وحريصين كذلك على الاستمرارية فيها، فهذا مجال آخر لرؤية كيف ممكن تكون المهن مستمرة ويكون فيها توازن نفسي ويكون فيها أبعاد كثيرة إحنا نطبقها. مدرسة طارق بن زياد من مدارس قطر فونديشن، مؤسسة قطر، وهي خاصة بتميزها عن باقي المدارس بالإضافة إلى يعني كل سياسات مؤسسة قطر إنها بتهتم بالتراث وبالهوية العربية، وهذا من الأمور يمكن إضافية اللي في مجال التعليم اللي ممكن يصير فيها تخصص آخر إنه إحنا ممكن نركز عليه. مايكروسوفت أكيد جهودهم واضحة في موضوع الابتكار والتطوير التكنولوجي والمنصات اللي بتم تزويدها، لكن كذلك لديهم فرص أخرى ومجالات تدريب. المجلس القطري الأمريكي التجاري كذلك يعني مجموعة فرص التدريب الميداني والاستثمارات والمجالات اللي من كافة أعضاء المشاركين في هذا المجلس فرصة إن إحنا نتعرف أكثر على من هم وما هي مجالات العمل معهم. معانا إنوفيشن في مقهى الابتكار وكن مطيعا، وهي من المبادرات الخاصة اللي أطلقوها رياديين الأعمال الأستاذ رمزان العيني ومعهم مجموعة، كذلك ابتكار أستاذ نايف إبراهيم، وهذه فرصة كذلك للطلاب والأطفال يأخذوا فرصة أو مجال للتعرف على آليات أخرى للعمل وكيفية تحقيق الشغف وإيش قراراتهم المهنية وإيش المجالات اللي بتقوم فيها هذه المؤسسات. كذلك مركز غاية التدريب، مراكز التربوية مثل مهارات الوالدية والمهارات القيادية الكنوز ومركز تربية، كمان الأطفال يمكن يحقق شغفهم، وهذا كان أحد الطلاب اللي درستهم سابقا بيحكي إن أنا نفسي إني
أنا بحب الطب لكن بحب التطوع، فلما بحث وجد أنه في مؤسسات مثل أطباء بلا حدود أو مؤسسات إغاثية، فهو ممكن يجمع ما بين الأمرين اللي هم بيحبهم اللي هو بيحبهم واللي ممكن أنه يتخصص لهم. سبر أكيد أستاذ غياث مؤسس سبر وحديث عن مجالات التطوير والتصميم، وأستاذ سيرين من لينكدإن، نتمنى من جميع الحضور أنهم يستثمروا هذه المنصة والمجالات التدريب اللي متوفر فيها، ويعرفوا الأطفال مع أنه يمكن ما بيفتح حساب من الآن بهذا العمر اللي إحنا حددناه، لكن ما بيمنع أنهم يعرفوا أنه هذه المنصة موجودة وكيف بيتم التواصل فيها، وحتى أولياء الأمور نفسهم يعرفوا على مجالات التعلم وكيفية التشبيك والبدء بتحديد بعض المهارات والخطوات اللي موجودة فيها. وأكيد أستاذة سيرين يعني هاي دعوة أنهم يستكشفوا الخصائص اللي ممكن تتوفر هذا المستقبل. إذا حد من الحضور عندهم أي سؤال فيما يتعلق بالمبادرة أو المصادر اللي وفرناها، إحنا مستعدين للإجابة، وراح أستعرض بعض الأسئلة اللي أنا مررت عليها يمكن سريعاً وما أجبناها بشكل سريع. أستاذ سيرين، إذا عندك أي إضافة حول المدونة أو بعض النقاط اللي ممكن تكون كتوصية كولي أمر أو من وجهة نظرك يعني كخبيرة أو كمستشارة. بالعكس، بتمنى لكم كل التوفيق. مثل ما ذكرنا هاي مبادرة مهمة جدا. كلينكدإن اللي حابب يعرف أكثر عن الخصائص المهنية اللي بتقدمها سواء لأولياء الأمور أو سواء إذا في عنا أو أبناء بأعمار لدخول الجامعات أو توهم خراجين من الجامعات، أنا سعيدة بأنه شارك يعني my contact details عبر لينكدإن. رجاء التواصل إذا عندكم أي استفسار، وحاضرين مثل ما نقول. ممتنين أستاذ سيرين. من الأسئلة اللي وردتنا إنه هل ممكن الطفل يشارك في وظيفة مختلفة عن وظيفة الأب والأم؟ وأعتقد إنه إحنا وضحنا هذا الأمر إنه نعم، بإمكانكم تنسقوا مع زملائكم معارفكم، ممكن يكون الموظف الصغير أونلاين أو ممكن يكون بشكل حضوري. المهم إنها تكون تجربة عملية، وإنه إحنا نتأكد إنه المكان آمن وهو عم بيكتسب حقيقة المهارات وليس فقط قضاء وقت بدون ما يكون فيها فائدة حقيقية. مهم جدا نراعي. أشكركم على هذه اللفتة إنه شخصيات الأطفال بتختلف، ومثل ما ذكر أستاذ غياث يعني في أطفال ممكن يكونوا محددين سابقا وممكن لا بعد ما يبدوا بهذه التجربة أو يبدوا بهذا المبادرة تبدأ تشكل عندهم الفكرة أوضح. المؤسسة ما عندها علم بهذا البرنامج، ممكن يكون في صعوبة. تمام، يعني إذا في عندك اسم معين لهذه المؤسسة وبتحبي إنه يتم مثلا مشاركة المصادر اللي إحنا وفرناها، ما عندنا إشكالية، بالعكس بيسعدنا إنه إحنا نتواصل مع حد إذا وفرتي لنا آلية تواصل معهم. أو عندك حل آخر إنه يتم تنسيق مع أحد الزملاء أو الزميلات إنهم يصطحبوا ابنك بحيث التواصل معهم، أو إذا حبيتي إنه يكون العمل أو إنه ابنك يتعرف على المكان أو بنتك من خلال أونلاين، على الأقل يطلع على بعض المصادر أو يحضر بعض الأمور معكم. يعني إحنا عندنا أكثر من فرصة وأكثر من طريقة اللي نستثمر فيها أو نوفر لهم هذه المجالات. تمام، أعطيكي رقم أو إيميل البرنامج، إيميل المركز، بحيث أنكم لو عندكم أي استفسار أنكم تواصلوا معنا مباشرة. نستقبل باقي الأسئلة. العمل والنظريات الخاصة بالإرشاد والتوجيه، كذلك إحنا بنحب حتى أولياء الأمور إنهم يستثمروا نظام الإرشاد المهني اللي بيوفره مركز قطر للتطوير المهني، حتى للإجابة عن استفساراتكم عن تساؤلاتكم، اختيار التخصصات، اختيار المسارات وكيفية تطويرها والاستفادة منها. الجلسات يمكن الاطلاع عليها أو حجزها من خلال الموقع مباشرة. ممكن الآن كذلك نزودكم في الموقع بحيث يتم التواصل أو حجز هذه اللقاءات، حجز هذه الجلسة. حتى نختم، إذا ما في استفسارات أو أسئلة أخرى، من التعليقات اللي وصلت إنه استخدام التقنيات وسعداء جدا بالإشارة لموضوع التعامل مع الحفيدات، كل ما كان في تطوير للمهارات بالتزامن مع النمو بيكون
يحدد اتجاهاته مع التحفيز المناسب لهم. أشكرك جدا، لأنه تنوع الطرق، يعني حتى أنا لو كان عندي أكثر من طفل، معرفتي باهتماماتهم وطرق المفاتيح اللي خاصة للتواصل معهم بتساعدني بشكل كبير جدا. التعليق حول مرافقة الطفل، يعمل الوالدين تبني عنده استشعاره لأحلام الوظيفية إما بالتوافق أو بتغيير هذا المكان. جميل جدا، لأنه طريقتنا في الحوار وكلامنا إذا كانت كلها تذمر وكلها شكوى، يعني متوقع بنسبة كبيرة جدا إنها راح تسبب ردة فعل سلبية ولن يقبل بالعمل منها، وحتى سيرفض يمكن اكتشافها أو تطويرها. لكن حوارنا وفتحنا للمجال إنه كل عمل فيه بعض التحديات يمكن أن أتعامل بشكل آخر أو أعبر عنها بشكل مختلف يثير التساؤل عند الطفل، كذلك من الأمور المهمة جدا. طيب نفتح المجال للسؤال الأخير قبل ما نختم. من الحضور، إحنا نتمنى منكم جميعكم إنكم تحسوا من حضر ومن لم يحضر على إنهم يشاركونا تجاربهم خبراتهم، على إنهم حتى يستثمروا فرصة التواصل وسائل التواصل الاجتماعي. لو ما كان حتى لو ما سجل اليوم أو ما حضروا معنا، بإمكانهم أن يحضروا تسجيل هذا اللقاء والاستفادة من الخطوات والآليات اللي إحنا حددناها، وكذلك بإمكانكم تكونوا أنتم سفراءنا وتشاركوهم بالخطوات وتشجعونا حتى نبدأ هذا الحوار من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ونشجع الأطفال أنفسهم على أنهم يقودوا مرحلة تعلمهم ويكونوا أكثر قابلية للتجربة وللاستكشاف وللتحديد، إنه في النهاية تخطيطهم لمسارهم المهني هو مثل اتخاذ أي قرار بحياتهم. لا بد يتعلموا مثل تفضلت أستاذ سيرين، التفكير الناقد، التحليل، وليس حل المشكلة فقط وإنما جذور المشكلة. هذا جزء من الأمور اللي إحنا بحاجة نفتح فيها الحوار مبكرا جدا. وأنا أغبطك صراحة على أنك بدأتي من عمر 8 أشهر، يعني هذا يمكن بحالها بحاجة لجلسة خاصة إنه حوار حول هذا الموضوع. كنت متحمسة كأم فنفع الموضوع. جميل، إذا حابة تشاركيهم بشيء أخير في الدقائق الأخيرة حول هو أنا بس اللي بدي ركز عليه إنه أهم شيء هو التواصل، وأهم شيء ما نعتبر أولادنا مثل ما بقولوا بيردن أو عائق علينا. أحياناً صح نحن بنكون بحالة يرثى لها، ولكن الحوار دائماً هو إنه نعطيهم مجال ليعطونا مساحتنا أيضاً بينفع. فكل التوفيق. كل شكر أستاذ سيرين، برجع بكرر الشكر باسمي وبالنيابة عن مركز قطر وجميع المشاركين معنا في هذا البرنامج. احنا نطلع جدا لمساهمات الحضور والمشاركين معنا من 8 ل 11 اغسطس، ما زال التسجيل مستمر. لو يوم واحد، لو ساعتين، ليس بالضروره انه يكون جميع الوقت طبعا حسب ما يتحلكم، لكن خلي الاطفال هم نفسهم يخبرونا عن تعلمهم، عن استفادتهم، وعن مدوناتهم حتى يشاركونا فيها. وفي جوائز اكيد راح يفاجئكم فيها مركز قطر للتطوير المهني والصحبات اللي راح تكون في الفترة القادمة. كل الشكر كذلك للفريق اللي وراء الكواليس، أستاذ منيرة، أستاذ زياد، أستاذ سامر للترجمة والدعم الفني والتقني، وجميع من العاملين علينا. دمتم بخير، نلتقي إن شاء الله من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لقاءاتنا القادمة، نتعرف أكثر على ما اكتسبه الأطفال في هالمرحلة. كل الشكر لكم جميعاً.